كلمك حسان. يعني حسان كلمك إيش اللي بتعمله؟ Yes, I've spoken to him. Where the agreement here is going to be just for the western side, okay? Do you understand? Yesterday. Okay, yesterday. Okay. ما شاء الله. افتهمت أنت؟ مشي مشي. مشي. Yes, bar kiss. نبارة تلي. أهلاً 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 أبي يمن. تفضل 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 أبي يمن. تفضل. إيش هذا؟ إيش اللي حاصل؟ من عمل هذه الحواجز؟ من عمل الحدود هذه؟ إيش كل هذه الحواجز داخل بيتي؟ من الناس هذول؟ لا خيانة صادق عمي، مش أنا خرجتك من البيت هذه بحكم شرعي؟ إيش اللي جابك لهذا البيت؟ هذاك حكم شرعي يا عمي، شعري مش شرعي. شعرك من اللي رجع صادق؟ من اللي رجع وعطوا بيتي؟ اهدى اهدى يا ابويا اهدى. من اللي قال ايش جابكم؟ ايش اللي حصل بالقصه بالبيت؟ نوال اكيد انت يا ابو ماجد، انت ورا كل هذه المصائب. اهلا وسهلا يا ابو يمن. اهلا وسهلا سعيدة. تاخرت يا ابو يمن، فات الاوان. سعيدة من قسم البيت يا مسعدة؟ ما عاد يفيدك للبكاء ولا الندم يا ابو يمن. من قسم البيت؟ نسيت لما فلتني انا وعيالك، فلت بيتنا وسمحت لهم يفعلوا هذا كله في البيت. طيب ليش ما اتصلتي لي؟ كنت تكلميني؟ ايش تقولي لي؟ ايش اتصلي لي للفندق عشان اجي ووقف المهزلة هذه؟ اتصل لك؟ يا ما اتصلت لك بس انت نوم. وانا عملت بقول الفنان فيصل علوي، غلط يا ناس صحوني وانا نايم. تقول تسمع وكيف اسمع وانا نايم، وكيف اسمع وانا نايم، وكيف اسمع وانا نايم، وكيف اسمع وانا نايم، وكيف بس ترقصوا على جراح يا جبناء، ترقصوا على آلامي. بيت الممزق، بيت المحطم، كيف تحطموا بيتي؟ ايش هذا يا مطحب؟ انا ثقتوا فيك وديتني الفندق وخليتهم يقسموا بيتي. اهدى ابو يمن اهدى، بس اهدى اسمع بقول لك شيء. اقامتك بالفندق لوحدها هذه اذا جمعنا فواتيرها تنسجن فيها 10 سنوات. تفضل. ايوه تهددني فاتورة الفندق يا ابو مطعب؟ الله المستعان. ليش يا ابوي؟ انا ما هددك، بعدين صباعك هذا لا تمده في وجهي مرة ثانية، بس انا قاعد يعني اعلمك في الموضوع. كريستينا جاية اليوم معاها عقد، نبغاك توقع عليه. كريستينا مع عقد؟ ما يكفيش انكم زوجتموني نوال بالقوة وزوجتوني زينب بالقوة وخلتوني ابصم على عقد مزور، والان بدي الضحكة هذه. أبو يمن والآن تشتري أتزوج كريستينا زواج؟ لا ما حاولتم تغروني بهذه العيون الزرق. لا يمكن لا يمكن أخون مسعدة المناضلة الصابرة ولو قمتمولي. أنا لا يمكن لا يمكن بنات بني الأشقر، لا يمكن أخون، لا يمكن أخون ولو دي الابتسامة هذه. أبو يمن لكن لن أخونه، لن أخونه، لن أخونه. قلت تجي 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 تعمل لي عقد جديد بعد ما عملتم لي عقد بزينب وعقد بنوال؟ تستحوش. إيش هذا يا أبو متعب؟ أبو متعب فاهم يا أبو متعب. أهدى أهدى أبو يمن، إيش الأوفر هذا الكبير حقك؟ أهدى يا أبوي، هذه جايبة اتفاقية، اتفاقية عشان توقع عليها أنت، اتفاقية. طيب تعال هنا تعال هنا تعال تعال اقعد اقعد. يعني مش يعني مش عقد جواز؟ لا، هذه اتفاقية مسويها كريستينا علشان اتفاقية سلام. اشرحوا له ايش هي اتفاقية سلام. تخص الجهة الغربية من البيت. ايوه. طيب ما دام باتفاقية بتخص الجهة الغربية من البيت واتفاقية سلام، اعملوا سلام بالبيت كامل،
طيب وماذا عن البيت الغرفه اللي شلت نوال؟ اعملوا اتفاق سلام مع نوال. ايش اتفاق سلام مع نوال؟ نوال خذت غرفتها المستقله وانتهى الموضوع، هذه حدودي. حبيبي وانت ليش مش مثلهم؟ ما انت قازك من قزل من قزل متصلبطين داخل البيت. يا جماعه خلونا نقرا بنود الاتفاق. اي اي اقري لهم. You can read it. اوكي انا شقرا. اوكي بعد بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس يفتحوا ملف. أنا قلت شكرا لك من طالع بمسك. أها يتفق الطرفان على أيوة. أولا حالة سلام دائم في الجهة الغربية من البيت، هذا مثل ما قلنا لك مثل ما قلنا لك، شفت طلع مكتوب حتى بالبند عندهم. تمام. اثنين أي أعمال عسكرية من قبل صادق ضد زينب يعتبر اعتداء مرفوض ويستوجب تدخل قوة مهايدة. كلام منطقي، كلام مدروس. ثلاثة أي أعمال عسكرية من قبل زينب ضد صادق تعتبر دفاع عن النفس. ها؟ كيف دفاع عن النفس؟ يعني نمو لما زينب والقحش ابني يعتدوا علي أنا عادي، لما واحد يرد على الاعتداء يعتبر هذا يعني مش سابر. ليش؟ أفا يا بوبا يا من يعني تشتي تمد على مكلف؟ الله المستعان، أنت أصل العرب، أين الشهامة؟ من متى كان اليمني يمد على مكلف؟ يا أبويا خلصنا كمل البنود. قل فلت أنا كملها. أوكي نكمل. يوقع أبو يمن نيابة عن صادق ويتحمل كامل المسؤولية عن أي أفعال يقوم بها صادق. صح. كيف؟ أنا وقع على صادق؟ نعم. وليش أبو يمن يتحمل لا أعمل صادق ويوقع عنه؟ خير سلامات. هذا إيش دخله؟ يعني صح، يعني أنا ليش أوقع وأتحمل مشاكله يعني؟ ليش؟ هذا إيش دخله؟ طيب هذا إيش دخله؟ يا أبو يمن يا أخي فهموا يا هذي بيتك، فهموا يا أبو يا أبويا هذي بيتك، وأي حاجة يصير فيها اعتداءات من صادق أنت مسؤول عنها. هذي بيتك لأنه مسؤوليتك الكاملة بيتك. أيوة بيتي. ها يعني أنت محترف إنه بيتي؟ أيوة بيتك. وأنت معترف إنه بيتي؟ أيوة. وأنت معترف إنه بيتي؟ يعني هذي بيتي. Yes that's right. This is my house. Yes. هذي بيتي. يعني وانت معترف انه بيتي؟ طبعا. وانت معترف انه بيتي؟ طيب ليش؟ لما تدخلوا من غير اذني، قسموها من غير اذني، ليش تكون بيتي لما تشتون وقع اتفاقات؟ ولما تقسموا وتخربوا وتدخلوا وتنهبوا مش بيتي. انا ارفض ان اوقع هذه الاتفاقية. اقعد كمل. ها؟ كمل. عباك ابو يحق لزينب التجول داخل أرجاء المنزل بحكم إنها مرآة. فضحتنا. صدقت يا المعري. صحيت لك أجنبي الله يطلعك. فضحتنا. بحكم إنها مرآة. طب كمل الحين، أنت قاعد تمشط قدام الآية، كمل الورق. خلاص. ستة تسمية كريستينا وأبو ماجد مراقبين إلى هذا المنزل حتى انتهاء العقد. إيش؟ وقف. كيف هذا الكلام؟ ايش يعني انت وكريستينا مراقبين على العقد هذا؟ وانا ايش؟ رجل طاولة قاعد في البيت؟ ايش؟ لمبة هنا انا فين رحت؟ يا ابو متعب انت. يا ابو ايش في؟ ما تفهم، هذه خطة يا ابو متعب. بعد لا تنساش اننا بسلمك الغرفة المستقلة. وسلم لك نوال غرفة المستقلة على الطبق من ذهب. ايش؟ ايش تسلموا غرفة نوال المستقلة؟ ايش؟ انا كيس جوافة هنا؟ نوال لا تنسيش ان انا جبت لك الغرفة المستقلة انا. وانا اللي جبتك هذا البيت. نوال. خلاص وقع يلا. وقع. وقع يا يمن. وقع. 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 ابو يمن. وقع. وقع. ابو يمن انا اكلمك رد علي. ها؟ يا ابو يمن الحمار يقدم لسانه مرة وانت قدمت لسانك الف مرة ومع ذلك ما تعلمت. يا ابو يمن انت عارف ايش يعني بتوقع؟ يعني انك بتشعل لصادق هذيك البقعة، يعني انك بتسمح لزينب وبتسمح لهم كلهم انهم يتصبطوا على بيتنا ويقسموا على ما يشتوا. يا ابو يمن اصحى اصحى يا ابو يمن اصحى. وقع على صدق لزينب. وقع وقع يا ابو يمن. وقع بس يا ابو متعب، انا لما وقع يعني معناته زينب
ما عليك وش بين مشاكل هنا بتحول المشاكل كلها فوق مسعده. يا ابوي توقع الاتفاقيه هذه وبعدين حنسوي اتفاقيات جديده بس وقع. ايوه وبناخذهم كلهم للفندق لعند ابو ابو متعب ونعمل الاتفاق. ما عليك وقع بس اتوقع. وقع يا ابو متعب. لا 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 لا